الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا قبلي إلا ورعى الغنم. ومن هنا كانت البداية. قد نستصغر مهنة رعي الغنم، وهي يعني فيها ما فيها من المميزات، ولو قلنا أنها تعلم الصبر وحده لكفى، ولو قلنا أنها تعلم القيادة لكفى، ولو قلنا أنها تعلم الأمانة لكفى. وفي قصة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ما يفيد ذلك، أنه لما مر في الصحراء على راعي غنم فأراد أن يختبر أمانته ومدى مراقبته لله، فقال له: بعني شاة. فقال: إنها راعي الغنم، قال لابن عمر: إنها ليست لي، إنما هي لصاحبه وأنا مؤتمن، أنا راعيها فقط. فقال له: قل لصاحبها أن الذئب أخذها، خذ واحدة وبعها لي، استفيد من فلوسه. فقال له: وأين الله؟ فقال أرسل عبد الله بن عمر بن الخطاب إلى سيده فأعتقه واشترى له الغنم، وقال له: كلمة أعتقتك في الدنيا، وأرجو الله أن تعتقك في الآخرة. فلو لم يكن في رعاية الغنم إلا الأمانة أيضا لكفاها شرف. ولكن هناك معنى خفي قد لا يتفطن إليه كثير من الناس، وهو أن الغنم طباعهم أشبه ما يكون بطباع بني آدم. لو نظرت في قطيع الغنم تجد أن واحدة شاردة وواحدة واردة، ولذا راعي الغنم يضع له على الجانب الأيمن شخص، وعلى الجانب الأيسر شخص، ومن أمامهم شخص أو أعزكم الله حمار، ويربي له كلبا، وهكذا. فالغنم واحدة هكذا، واحدة هكذا. فالذي يستطيع أن يجمع هذه الشاردة وهذه الواردة، والتي خرجت يمنة والتي خرجت يسرة، يستطيع أن يربي أمة بأكملها. وصلى الله عليه وسلم هو الذي علم العلماء وأدب الأدباء وحدث الفقهاء. ختاما، لما جاءت امرأة من اليهود، فيما يعني يروى عن أحد الصالحين أنه جاءته امرأة من الكفار وقالت له: إذا كنتم تزعمون أنكم على الحق وأننا على الباطل، أي أن المسلمين على الحق وأن غير المسلمين على الباطل، قالت: فلما سلطنا الله عليكم؟ فقال لها: نحن عرب، فانظري في البادية إلى هذه الأغنام، دائما راعي الغنم يتخذ كلبا، فإذا شردت واحدة من هذه الأغنام سلط عليها كلبه حتى ترجع إلى القطيع. قال لها: كذلك نحن حينما تخلفنا عن دين الله تبارك وتعالى وعن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، سلط الله علينا كلابه في الأرض. قل قولي هذا، صلى الله تبارك وتعالى أن يردنا وإياكم إلى دينه وإلى الحق الجميل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.